السلام عليكم اصدقائي، كما كتشوفوا معنا امطار عاصفه رعديه خاص في طنجه. اللهم بارك. تساقط الامطار في طنجه، اذن اجواء ممتعه، اجواء ما تخيلوش. اليوم في طنجة كان العشاش شوية، وحاليا نزول أمطار عاصفة رعدية. اللهم بارك. كما كتشوفوا عاصفة رعدية، نتمنى إن شاء الله تنفع. هذا الخير، الخير ديال بلادنا. وهاد الأمطار غزيرة، وهاد الأمطار غزيرة كتعطي النفع والمزيد ديال البركة والمزيد ديال الخير. اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا عاصفة رعدية، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف سبحان الله، أفضل حاجة هو اكتشف نزول أمطار غزيرة. نتمنى الإعجاب ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى إن شاء الله يكون خير، وغادي نحاولوا نشارك معكم ما أفضل ديال أمطار غزيرة في طنجة. اللهم بارك. اذا في نفس الوقت غدا ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نشاركوا معكم الاوديه طنجه. تحياتي عروسه الشمال المغرب.